وين رئيس الجمهورية ذهب الآن لإطلاق صافرة السباق الرئيسي. إحياء لليوم العالمي للسرطان، تنظم مؤسسة صلاح ولسي لأبحاث ومكافحة السرطان ماراثون رياضي مفتوح يشارك فيه عدد 2000 من المتسابقين من مختلف الجهات والمؤسسات والمنظمات، تأكيدا على دور الرياضة في الوقاية من السرطان. وهذا اليوم برعاية كريمة من رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير، في إشارة واضحة أن أعلى هرم الدولة يهتم بهذا المرض القاتل الفتاك، وكذلك هو بتشريف من السيد مساعد رئيس الجمهورية، وهذا تأكيد أكثر للإرادة السياسية للدولة لمحاربة هذا المرض. وتقوم مؤسسة صلاح ونسي لأبحاث ومكافحة السرطان بدور مهم في الحد من الإصابة وتحديد الأسباب والعمل على توفير العلاج ونشر الوعي اللازم للوقاية، وهي بحمد الله قد شبت عن الطوق وقد ولدت فتية ومتينة برئاسة السيد النائب الأول لرئاسة الجمهورية ورعاية السيد رئيس الجمهورية. وهذا البرنامج إن شاء الله سيتم في جميع ولايات السودان تحت رعاية الولاة ووزراء الصحة بالولايات لتوصيل رسالة المؤسسة. سعيدين جدا كمنظمة الصحة العالمية نشارك باليوم احتفالية اليوم العالمي لمكافحة والقضاء على السرطان تحت رعاية رئاسة الجمهورية في السودان، وباليوم بمشاركة مساعد رئيس الجمهورية ووزير الصحة الاتحادي الأستاذ بحر إدريس أبو غردة ووزير الصحة وزير الشباب والرياضة. جدا سعداء أن اليوم في ماراثون لجميع الأعمار للبنات ومن من الصبيان الصغار والكبار. الماراثون سعداء انه هو اللي وصل رساله، الرياضه هي احدى الانشطه الرئيسيه اللي ممكن تحد من السرطانات. تكريم وزير الصحه الاتحادي الفائزين في هذه المسابقه. المركز الاول، المركز الاول سالم الطيب. تكريم الأطفال أولاد